له دعوة الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. من أعظم الأعمال التي يتقرب فيها العبد إلى الله جل وعلا أن يقوم بمقام الرسل، أن يتأسى بالأنبياء. العمل اللي قام فيه الأنبياء والرسل أعظم عمل طبعا. الله جل وعلا جعلهم أفضل خلق فأعطاهم أعظم وظيفة. ما هي وظيفة الأنبياء؟ الدعوة إلى الله جل وعلا. نبي اليوم نجعل أعمالنا مشابهة للأنبياء. أولئك الذين هداهم الله الأنبياء فبهداهم اقتدح. الله جل وعلا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. أول عمل أدعو إلى الله، أشرف الأعمال إلى الله سبحانه. أنت لما تدعو لوليمة أو الملك يقول لك أنت أجعلك وزيري، تنادي الناس لضيافتي، تدعو الناس باسم الملك وإلى شرف الملك وإلى ضيافة الملك، أنت لك منزلة عظيمة عند هذا الملك. كيف إذا كنت تدعو إلى الله ملك الملوك جل وعلا؟ أنت تصير مبلغ عن الله عز وجل. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. أنا أبي كل واحد فينا اليوم بأي وسيلة يبلغ دين الله لإنسان غير مسلم، ما أتكلم عن مسلم عاصي، أبي اليوم إنسان غير مسلم، خادم، خادمة، سائق، عامل، موظف، أي إنسان، عبر الإنترنت، عبر الفيسبوك، عبر الإيميل، عبر اتصال، عبر بريد، أي طريقة اليوم دور لك إنسان غير مسلم. كم مسلم اليوم في الأرض؟ 1.5 مليار. طيب البشر تقريبا 7 مليار، يعني في 5.5 مليار وين راحوا؟ وين راحوا هذا؟ كلهم غير مسلمين. من فكر اليوم أن يبلغ دين الله رجلا أو امرأة، شخص واحد بأسلوب حسن بكلمة جميلة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اليوم وسائل الدعوة ما في أسهل منها. اليوم رسالة اليوم ترسلها بالتويتر إلى شخص تعرف إنه غير مسلم، دور بأسماء الأجانب، سوي سيرتش، حط لك رسالة بالإنجليزي فيها مقطع صوتي بالإنجليزي أو فيديو موجود في حتى ملفي في التويتر، سوف تجد فيه بعض الرسائل مثل هذا. ادخل إلى المفضلة سوف تجد رسالة خاصة للإنجليز، واذهب إلى أي شخص تجده يتكلم باللغة الإنجليزية، أرسل له رسالة مباشرة، وجه له كلمة جميلة للاستماع لهذا المقطع أو مشاهدته، وبلغته بهذا دين الله عز وجل. طيب هل لازم يدخل في الدين؟ لا مو لازم. إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. طيب شو الفائدة لو ما أسلم؟ في فائدتين إذا ما أسلم. إذا أسلم طبعا الفائدة الكبرى. طيب لو ما أسلم في فائدتين. أول شيء تقيم عليهم حجة الله. الله عز وجل من أهداف إرسال الرسل أن يقيم الحجة على البشر عشان لا يأتوا يوم القيامة يحاجون ربهم يقولون ربنا ما جاءنا من نذير، فيأتي الله بك أنت وإنتي. الله يجيبك يوم القيامة ويقول لك أنت في اليوم الفلاني أرسلت رسالة لفلان، اتصلت على فلان، أعطيته كتاب، بلغت الدين، فتكون شاهدا لله، تقول نعم يا رب أنا بلغته، فيسكت، ليست له حجة. لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. أنت تقوم بمقام الرسل تقيم حجة الله على الناس. أثنين، حتى إذا جئت يوم القيامة يكون لك عذر عند الله. معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. اليوم يوم الدعوة، اليوم الشياطين مصفدة، اليوم داعي الخير ينادي، اليوم الجنة مفتوحة، اليوم أخي الحبيب أختي الفاضلة نبلغ دين الله ولو لرجل ولو لامرأة. لن يهدي الله بك رجلا يعني أو امرأة خير لك من حمر النعم يعني من الدنيا وما فيها. وفقنا الله وإياكم لطاعته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.